دخل وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي في دائرة الجدل والانتقادات بسبب فيديو له استخدم فيه مصطلحا اعتبر مسيئا ومهينا في حق مسؤول محلي، وأنه لا يليق أن يصدر عن رجل بمستوى وزير العدل. عبد اللطيف وهبي ينتمي لحكومة عزيز خنوش رئيس الحكومة المعينة حديثا ورئيس التجمع الوطني للأحرار، كان في زيارة لمدينة تارودنت جنوبي المغرب، التقى بالمدير الإقليمي لوزارة الثقافة هناك. وزير العدل هو أيضا رئيس جماعة تارودنت، وبهذه الصفة كانت له محادثة مع مسؤول الثقافة هناك. وللتدليل على دوره في حفظ الأمن استخدم مصطلح التقاشير. ما هي التقاشير؟ هي الجوارب، أي أنه يعرف حتى لون الجوارب أو الجواريب التي يلبسها مسؤول الثقافة. هذا للتدليل على دقة المعلومات التي تصله من خلال دوره كوزير. نبرة الوزير كانت صارمة أثناء طرحه ذلك. إذن الجدل ذلك لم يتوقف عند منصات التواصل الاجتماعي، بل انتقل إلى قبة البرلمان. جرت نقاشات خلال أسئلة شفوية انتقد فيها أو انتقد في تلك الأسئلة وزير العدل حول ما قاله. أنا أعتبرها سبة في حق الهوية وسبة في حق وثيقة دستورية كانت موضوع تعاقد المغاربة. نهار السيد الرئيس الأمازيغية كانت حق دستوري لواحد الشريحة عريضة من المواطنين اللي ما كيفهموش العربية. اليوم هنيئا لنا وهنيئا لكم أنكم حسيتوا بالمعاناة ديال دوك الأمازيغ اللي ما كيفهموش شنو كنقولوا في هذه القبة الموقرة. وأنا كنتمنى من السيد الوزير الصديق والأخ العزيز السي وهبي اللي بشرنا مؤخرا أنه كيعرف الريحة ديال التقاشر ديال المغاربة، أنه أيضا يبين لنا أنه كيعرف اللغة الرسمية ديال بلاده. وشكرا. أما المغاربة فوجدوا في القصة مجالا للتعليق على المنصات. مثلا هنا علي يكتب: هذا لا يليق بمسؤول يقود أهم وزارة الذي تقع عليه صفات العدل والتسامح والتراحم، عوض التقليل من قيمة الناس وتعالي عليهم. ماذا يقول عباس حرمة؟ هذا وهبي يتجاوز صلاحياته ويقوم بدور جميع المؤسسات كوزارة الداخلية والمخابرات وغيرها، وهذا استهتار بدولة المؤسسات. ماذا يكتب جمال الخطاب؟ تصريح لا يليق بوزير العدل ولا علاقة له ببلاد يطمح لديمقراطية حقيقية. هذا رجوع إلى الوراء. يوسف البحري: إذا كان يوفر الأمن فما هو دور وزير الداخلية؟ أو أن المخابرات العامة نصبته وزير العدل، إذن هذه كارثة أخرى. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.